طيب ازيكم الاول، عاملين ايه؟ كله تمام؟ هو بالتاكيد مصر هي مركز المنطقه وعاصمه قرارها الاولى، ده مما لا شك فيه. الاحداث بتثبت ذلك لو صح التعبير من يوم 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظه، وان كان هذا شاهدا مرحليا وقتيا زمنيا على اللي انا بقوله، لكن في المطلق تاريخيا هي مصر فعلا عاصمة القرار العربي، مصر فعلا هي الحامي والدرع للمنطقة العربية بالكامل. ولك انك تقعد تقرا في التاريخ زي ما انت عايز، شوف اي محاولة لغزو المنطقة واحتلالها ونهب ثرواتها، فكانت مصر دائما مش بس هي حجر العثرة، مصر كان الجيش المصري بتاعها ده هو اللي بي 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 بيؤدي في النهاية خالص الى انه يحصل جلاء لهذه القوات الغازية ويتم تطهير المنطقة بالكامل. احسب بقى زي ما تحسب وعد زي ما تعد، انت ممكن تشوف كده من وقت ما كان في حاجة اسمها الحيثيين والهكسوس، مرورا بالهجمات التتارية، الصليبيين اللي جم من اوروبا، انا ما بحبش كلمة الصليبيين، كان محاولة من الغزو الاوروبي، وكان هناك لاعبا ما بين الدين والسياسة عاملين كده زي الاخوان بتوع دلوقتي او بتوع المرحلة الماضية. بلينكن موجود في مصر، وزير الخارجية الأمريكي. زي ما كنت بقول لزميلاتي، هل أنا متفائل؟ مش عارف، يعني ما بقتش قادر أضع صيغة تفاؤل أو حتى صيغة تشاؤم. الوضع برضو ما هوش متحرك، يعني الوضع ما فيهوش ديناميكية، المشكلة أن الوضع أصبح ستاجننت أو راكد. راكد بمعنى أنه لازال العدو الصهيوني بيمارس نفس الغي زي ما هو، ولا يتوانى ولا يتراجع على الإطلاق مهما كان شكل الإدانات. من ناحية أخرى أنت ترى الآن أوروبا غارقة في انتخابات البرلمان الأوروبي، فرنسا فيها مشاكلها. المخيف في الموضوع أن في صعود لليمين المتطرف داخل أوروبا، وهذا الصعود صعود مخيف. يمين متطرف في أوروبا، يمين آخر في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو الحزب الجمهوري جاي هيحكم البيت الأبيض، هيحكم البيت الأبيض شئنا أم أبينا، فرحنا أو حزننا الجمهوريين هيحكموا البيت الأبيض. فهيبقى في عندك يمين في واشنطن ويمين في أوروبا، وبكل الأحوال عندك يمين متطرف موجود في فلسطين المحتلة بسبب هذا الاحتلال الصهيوني اللي بتقوده أحزاب اليمين المتطرفة والمتشددة. في أفضل الأحوال ممكن يجي يمين الوسط. فإذا سئلت من أين يأتي التفاؤل، أقولك ما عنديش أي بارقة تفاؤل غير في أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يلهمنا القدرة على الحل. وأنا بقول هنا يلهمنا الحقيقة يلهم القاهرة، يعني برضو أصبحت مش حاسس أن في زخم عربي، يعني وده شيء مش عارف أوصفه بإيه، ما فيش زخم عربي، وكأننا في المنطقة اعتدنا ما يحدث. يعني احنا في المنطقة العربية اعتدنا هذا العدوان وهذه الوحشية على الأراضي الفلسطينية، أصبحنا نتابعها في نشرات الأخبار، أنا بتكلم علينا كلنا، نتابعها في نشرات الأخبار وكأنها أمرا عاديا، القتل والذبح والحرق وكأنها أمرا عاديا، الأطفال والنساء والعجائز وكأنها أمرا عاديا، المرضى والمصابين يسحبون من على الأسرة ويقتلون أمام عدسات الكاميرات وكأنها أمرا عاديا. أنا مش بتكلم إن إحنا أصابتنا البلادة أو برودة المشاعر، لكن وكأننا إحنا كمنطقة أصبنا اليأس. أما العالم فلديه فعلا بلادة، وهنا مش بتكلم على الرأي العام، مش بتكلم على المواطن العالمي، مش بتكلم على المواطن اللي موجود في أوروبا ولا اللي موجود في أمريكا. المواطن اللي في أوروبا بيتظاهر لأجل فلسطين، المواطن اللي في أمريكا بيتظاهر لأجل فلسطين، مظاهراته إن كانت قليلة شوية في أستراليا، لكن في النهاية البني آدم بيتظاهر. أما الحكومات فعندها كم بلادة غير طبيعي، عايز تسميها بلادة ممكن، عايز تسميها تواطؤ ممكن جدا جدا جدا. في النهاية وجود إسرائيل في المنطقة هو وجود وظيفي ليها، وظيفة وظائف كتير وليست وظيفة واحدة، وظيفة ده شكل الناس وهي بتتظاهر. اللي ممكن يدور في بالك برضو هو السياسيين، يعني السياسيين اللي في أوروبا واللي في أمريكا اللي بيحكموا دول، مش هم في احتياج حقيقي لهذه الأصوات؟ يعني هذه المظاهرات الضخمة الغفيرة الممتلئة بالناس، وبالمناسبة دول مش الجاليات العربية فقط، لا، دول الجاليات العربية ومواطنين هذه الدول أصحاب هذه البلاد بيتظاهروا جنبا إلى جنب مع العرب لأجل رفع هذه المأساة وإنهائها.
يعني انت ما تبقاش فاهم. انا بقعد افكر برضو يمكن تأكيد فخامة الرئيس على أنتوني بلينكن بأنه يجب وقف هذا العدوان، يجب وقف هذه أو إنهاء هذه المأساة الإنسانية، يجب أن نبدأ في مفاوضات حل الدولتين، لكن ما الذي يرد بيه بلينكن؟ يعني ده قد يكون سؤال الأسئلة، ما الذي يرد به بلينكن؟ ما الذي يقوله أنتوني بلينكن؟ ما الذي يقوله جو بايدن؟ لما هيجي في وقت من الأوقات بنيامين نتنياهو يروح يقف قدام الكونجرس ويتكلم، يا ترى نواب الكونجرس هيقولوا له إيه؟ هيسألوه ولا هيسقفوا له؟ الواقع بيقول إن بلينكن في القاهرة وحصل لقاؤه مع الرئيس وحصلت المناقشة، وهو كده كده في عنده جولة في المنطقة وعاوز يدفع بمسألة الهدنة في غزة، وإن واشنطن عايزة مجلس الأمن يعني عايزة تعمل جلسة وتدعو المجلس للتصويت على مشروع يدعم مقترح الهدنة. أنا بقول لك الكلام ده وأنا كل اللي في مخيلتي وكل اللي في عقلي الواعي والباطن الحقيقة إنه الأمريكان لو عاوزين يوقفوا الحرب هيوقفوها، لأنه بمنتهى البساطة وقف إمداد السلاح، وقف الإمداد بالأموال بس، خلاص سيب إسرائيل تغرق وكل سنة وإحنا طيبين. في هذه الحال إسرائيل هتبقى مضطرة وآسفة بالتأكيد إنها هتقعد على ترابيزة المفاوضات، هتوقف ضربه وهتقعد على الترابيزة بس لو الأمريكان قال وقف الحرب. خلينا ناخد معانا على تليفون سيادة السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. سابقا أهلا بيك يا سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف، إزيك بك، أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك يا سيادة السفير، شرف لينا يا فندم. الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا. الله يخليك. سعادة السفير، كيف ترى الموقف الدولي الآن من قضية الصراع وتحديدا منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة في ظل وجود بلينكن في القاهرة وفي ظل دعوة واشنطن لمجلس الأمن؟ المذيع اللي هو شخصي المتواضع بيقول إن أرادت أمريكا أن توقف الحرب فإنها تستطيع ودون أن ترجع لمجلس الأمن. أن أتفق معك في مسألة أنها إذا أرادت وكانت تستطيع فهي لا ترجع إلى مجلس الأمن بالتأكيد، يعني بل أن لجوء الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن يعكس أمرين مهمين، الأول خيبة أملها في إسرائيل، والثاني والأهم هو قلة حيلتها تجاه إسرائيل، لأنها لو كانت تستطيع إقناع كل من إسرائيل وحماس بالمضي في الاقتراح الذي كذلك في أسلوب غير مألوف بالمرة عرضه رئيس أقوى دولة في العالم أو أقوى دولة في النظام الدولي باسم دولة أخرى، هي ما زالت تفكر، وهي إسرائيل التي ما زالت تفكر ولم تقبل بالاقتراح صراحة. هذه خطوة غير مألوفة وتعكس قلة حيلة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ولجأت إلى مجلس الأمن ليس بعد إقرار اتفاق ما مثلما تم مثلا بالنسبة لخطة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني عام 2015، أو من أجل فرض إجراءات معينة وفقا للفصل السابع مثلما حدث عندما احتلت العراق الكويت، بل تلجأ إلى مجلس الأمن مثلها مثل الشعب الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي تلجأ إلى مجلس الأمن عندما لا تستطيع عمل أي شيء لتصدر قرارا إن صدر، بالمناسبة يعني سأعود إلى ذلك، لإحراج أو ربما لممارسة الضغط المعنوي على الأطراف. هذا لا يعكس قوة عظمى أو قوة تملك زمام السيطرة على النظام الدولي أو تملك زمام السيطرة على الأطراف وخصوصا حلفائها من أجل إقناعهم بوقف الحرب أو غيرها. لكن من مصلحة الولايات المتحدة وقف الحرب، هل تستطيع الضغط على إسرائيل؟ يبدو أنها لا تستطيع، لأنها في هذا العام في عام انتخابات مصرية سواء للرئاسة أو للكونجرس، تخشى معها الإدارة الديمقراطية الحالية أن تفقد الأغلبية في السنت وأن تفقد الرئاسة طبعا، وكل ذلك يشكل ضغطا وقيودا على قدرة الولايات المتحدة على الحركة. طب سعادة سفير، يعني في أحيانا عدة، وزي ما بنقول كده بالمصري حضرتك سيد العارفين، كنا نرى في البيت الأبيض رجالا أقوياء، يعني مهما كانت حجم أو درجة الاختلاف ما بيننا وما بينهم فكريا وأيديولوجيا وحول توجههم ناحية المنطقة، فرونالد ريغان كان قوي، جورج بوش الأب كان قوي، حتى دونالد ترامب كان قويا وإن فعل أمور يعني لا نستسغها ولا نريدها مثل نقل السفارة إلى القدس، لكن كان هناك رجال أقوياء في البيت الأبيض. لماذا جو بايدن بهذا الضعف؟ هل الكونجرس أقوى كثيرا من البيت الأبيض؟
ليس الكونغرس ولكن النفوذ اليهودي، اللوبي اليهودي المالي والسياسي والإعلامي في الولايات المتحدة في عام انتخابات. وما يجعل بايدن ليس قويا، أتفق معك أن ريغان مثلا ضغط على رئيس الوزراء، أعتقد كان أريل شارون وقتها أو ربما مناحم بيجن، وطلب منه وقف الهجوم على لبنان أو عندما رأى صور مذبحة صبرا وشتيلة على ما أذكر. الرئيس جورج بوش الأب كان قويا، لكن ربما رأس الذئب الطائر هو الذي يجعل بايدن يخشى الضغط على إسرائيل، إذ أن أحد أسباب خسارة بوش الأب في الانتخابات بالإضافة إلى الاقتصاد كما ذكر كلينتون طبعا. إنه الاقتصادي أغبياء كما تذكر طبعا. فإنه كان عندما قال جيمس بيكر وزير خارجيته أنه يجب الضغط على إسرائيل ولن يعطوها ضمانات القروض التي كانت بمليارات الدولارات في العام الانتخابي، وقال تبا لهم إنهم لا يصوتون لصالحنا على أي حال، وخسر بوش الانتخابات. بالإضافة إلى الاقتصاد، اليهود الأمريكان أصحاب النفوذ والمال لم يساندوه، لذلك بايدن الصهيوني المساند لإسرائيل يخشى الضغط على إسرائيل من أجل يعني خصوصا أن موقفه ضعيف في الانتخابات، يخشى كذلك من عدم ذهاب العرب والأقليات واليساريين إلى الانتخابات لمساندته، لكنه يخشى أكثر الضغط على إسرائيل بما يدفع اللوبي اليهودي إلى عدم التصويت لصالحه. هذه هي المشكلة، ورأس الذئب الطائر رأس بوش الأب الطائر هو الذي يجعله لا يتحرك بالصورة التي تحقق مصالحه، لأن من مصلحة الولايات المتحدة نفسها وقف الحرب رغم ما تعلنه عن الوقف المؤقت أو القضاء على حماس، لكنها من مصلحتها أن توقف الحرب، لأن هذه الحرب تظهر مدى هشاشة سيطرتها على النظام الدولي وعلى أقرب حلفائها التي تعتمد عليها بصورة أساسية. لكن يبدو أن الحليف الضعيف هو الذي يضغط على الولايات المتحدة وليس العكس. طب بما أنه الاقتصاد هو الفعال أو هو المحرك، أين الاستثمارات العربية أو رؤوس الأموال العربية أو الضغوط الاقتصادية العربية من هذه المعادلة؟ سؤال مهم، وهذه أداة مهمة ربما على العرب أن يستخدموها كما استخدموها عام 73، لكن حتى الآن ربما لا توجد إرادة سياسية كافية لاستخدام هذه الأموال، فضلا عن أن النظام الاقتصادي العالمي كله به نوع من الهشاشة، وربما هناك اعتقاد بأنه من الصعب استخدام هذه الورقة، لكن اعتقادي الشخصي أن هذه ورقة لم تستخدم منذ فترة طويلة وهي فعالة ومؤثرة، وهي أكبر كثيرا من الأوراق التي في يد إسرائيل أو اللوبي اليهودي. إذا قارنا القدرة المالية وحجم الاستثمارات في الولايات المتحدة يمكن للعرب أن يستخدموهم، لكن يبدو أن الإرادة ليست موجودة حتى الآن. صحيح. أنا بشكرك جدا سعادة السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر السابق، مندوب مصر الدائم سابقا لدى الأمم المتحدة. خدوا بالكم من الجملة اللي قالها سعادة السفير، إنه الورقة الاقتصادية العربية هي أقوى وأكثر فاعلية كثيرا بل وأكثر تأثيرا مما يمتلكه اليهود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو قدرة الاقتصاد اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن احنا لسه ما استخدمناهاش. ليه؟ لانه لازلنا حتى هذه اللحظة لا نمتلك ارادة تفعيل هذه الورقة. فهنا لازم يطرح سؤال، وامتى هنمتلك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بامر ربنا كده، هنمتلك الورقة امتى؟ او بالادق هنفعل الورقة دي امتى؟ لما يحصل ايه؟ لما يتقتل كل الفلسطينيين خالص؟ يعني لما يبقوا في نيتو؟ سؤال بقى يطرح على أصحاب هذه الأوراق الاقتصادية. فاصل ونكمل الكلام. طيب، الحقيقة أنه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا لعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، وطبعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على دعوتهم لعقد المؤتمر الدولي زي ما حضراتكم عارفين حول هذا الوضع الإنساني في غزة بكرة إن شاء الله في عمان الأردن. فادر فرانسيس الحقيقة وكما جرت العادة هو رجل محب للسلام، وطالما سعى لإنهاء الصراعات حول العالم، ويمكن كتير مننا يكونوا عارفين دوره في إنهاء الحصار على
كوبا ودمجها داخل المجتمع الدولي مرة تانية. البابا فرانسيس قال، وده طبقا لوكالة أكي الإيطالية للأنباء النهاردة، أنه بينما أشكرهم اللي هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني والأمين العام للأمم المتحدة، بينما أشكرهم على هذه المبادرة المهمة أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبأي وسيلة لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الذين يحتاجون إليها، ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك. أضاف كمان في كلمته أنه أشجع المفاوضات الجارية بين فلسطين وإسرائيل حتى لو لم تكن سهلة، وأمل أن يتم قبول مقترحات السلام لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن على الفور لما فيه خير الفلسطينيين والإسرائيليين على حد تعبيره. طبعا زي ما انتم عارفين بابا الفاتيكان كان دعا امبارح يوم الحد تحديدا، دعا إسرائيل ودعا حماس إلى قبول فوري لمقترحات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وطلب بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بشكل عاجل. ده يخليني هفكر مع حضرتك بصوت عالي قبل ما اخش بيك على مسألة استمرار الاحتلال في تعميق العمليات. تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي، ونقدر يعني إذا حبيتوا إن إحنا نرجع لكلام قالوه مفكرين كتير جدا، وأنا أتعمد إن أنا أستخدم لقب مفكرين أكتر منهم سياسيين أو أساتذة علوم سياسية. إسرائيل عايزة إيه؟ وأنا بقول لك إسرائيل بقى، ولا هقول لك الكيان الصهيوني بقى، إسرائيل عايزة إيه؟ طبقا للمجتمع الدولي في دولة اسمها إسرائيل، بس لازم المجتمع الدولي يواجه نفسه ويواجه دولة الاحتلال دي بالسيناريوهات الأربعة اللي مطروحة قدام إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تختار، وغالبا إسرائيل اختارت. طيب السيناريو الأول، أنا عندي كام واحد عايشين على فلسطين التاريخية الكاملة؟ عندي ما يقترب من 15 مليون نسمة. ال 15 مليون نسمة دول مقسومين نصين، تقريبا 50% 50%، أنا بقول لك تقريبا، نصهم فلسطينيين ونصهم ما يطلق عليه إسرائيليين. خد بالك انه في جانب يسير وقليل من يحمل الجنسيه الاسرائيليه، هم اهالينا من عرب 48 الذين يحملون هذه الوثيقه او هذا الجواز او هذه الجنسيه، ومضطرين بالمناسبه يعني عشان برضو ما تظلمهمش. مهم، فانا عندي على هذه الارض على راي محمود درويش عايش تقريبا ما يقترب من 15 مليون نسمه، نصهم فلسطينيين نصهم إسرائيليين. طيب يبقى السيناريو الأول إنه إسرائيل تقرر أن تصبح مثالا للديمقراطية، وكما يحب الأمريكان والغرب أن يصفوها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة الموجودة في المنطقة، وده كذب وعار من الصحة يعني، وإنه يقولوا والله إحنا هنعمل دولة واحدة يتساوى فيها الجميع أمام الدستور والقانون وكل شيء، فرص العمل الصحة، خلاص هي دولة اللي هو حل الدولة الواحدة التي تجمع الاثنين. بس بتواجه إسرائيل هنا تحديات ما. أول تحدي أنه إسرائيل أصلا مش دولة ديمقراطية ولا حاجة، لأنه بمنتهى البساطة لو أنت جيت بصيت حتى على قوام ما يطلق عليه المجتمع الإسرائيلي هتلاقي مجتمع متشرزم وطبقي، يعني الأشكناز يحتلوا المرتبة الأولى، فتجد دائما أن الحكام من الأشكناز، القادة من الأشكناز إلى آخره. بعد كده ممكن يبقى فيه شوية سفارديم، ممكن بعد كده تلاقي شوية أفارقة، ممكن بعد كده تلاقي، مش في الحكم أنا بكلمك هنا على الحقوق، من يستطيع أن يتمتع بالحقوق
أن يتمتع بكونه مواطنا داخل دولة بتعتبر أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، بل وهي نموذج أمام العالم. نمرة واحد الأشكناز، دول درجة أولى. درجة تانية هيجي السفرديم، درجة تالتة هتلاقي اليهود، لا اليهود اللاتينيين، وبعد كده اليهود الأفارقة، وبعد كده اليهود الفلاشة من إثيوبيا بالتحديد. وكل سنة وانت طيب. بهذا التدرج، صبرا بس، بهذا التدرج ده المجتمع الداخلي بتاع ما يطلق عليه إسرائيل. طب إذا كانوا مش عارفين أصلا يرسوا ديمقراطية حقيقية ولا حقوق وواجبات حقيقية، يعني حق المواطن الحقيقي غير موجود في إسرائيل. نهينا طبعا عن العربي اللي للأسف مضطر إنه كان يحمل هذا الجواز، جواز السفر أو هذه الجنسية. ده بقى في الآخر خالص يعني. ده اللي هو بالمصري كده يقول لك محطوط عليه طول الوقت. فما بالك إنك تيجي تقوله طب الدولة الواحدة. فده بالنسبة لإسرائيل القيامة تقوم أسهل. أدي السيناريو الأول. السيناريو الثاني اللي هو إيه؟ نعمل حل الدولتين. مصر بتتكلم على حل الدولتين، مصر نجحت في أنها تروج لمسألة ضرورة إيجاد مائدة مفاوضات حقيقية عادلة نقدر نوصل بها لتسويات عادلة فنصل بها لحل الدولتين. بس بنيامين نتنياهو ده بحكومته دي بالمناسبة، وحتى يمين الوسط مش مع حل الدولتين. أزيدك من الشعر بيت، ولا اليسار الإسرائيلي مع حل الدولتين. مصر بتجاهد، أنا قلت لك امبارح، مصر عاملة زي سيزيف بيزق الصخرة، أو زي القديس إثناسيوس يقف وحده أمام العالم. لوحدها. على بلاطة لوحدها. في دول بتساعد، كل واحد بيساعد باللي يقدر عليه. وفي دول تقدر على أكتر من كده وما بتساعدش. أنا بكلمك هنا على العالم. مصر لوحدها. بس الوضع الحالي سياسيا في إسرائيل مش قابل الفكرة دي، ولا عاوز يروح ناحيتها. طيب ايه السيناريو الثالث؟ أبرتايد، فصل عنصري. طيب ما احنا بدأناها من بدري، يوم مش كانوا عاملين الجدار وعاملين سياسات فصل عنصري وبيستخدموا سياسات أبرتايد وإلى وما إلى ذلك. إسرائيل دلوقتي هي بتزق على السيناريو الرابع اللي ما هواش أبرتايد، هو التطهير العرقي الكامل. امسح لي الفلسطينيين من على وش الأرض. أنا مش عايز يعني فصل عنصري وسياسات أبرتايد، ده احنا بادئينها بقالنا سنين يا راجل. أيوة يعني أنت عايز إيه دلوقتي؟ امسح. أستيكا؟ أستيكا مين؟ رش على الورقة كلور. مفيش. خد بالك من المصطلحات المستخدمة. تيجي مثلا تقول له الضفة الغربية يقول لك يهودا والسامرة. في إسرائيل بس؟ لا، ده روند سانتس اللي هو كان من المتوقع أن يكون مرشحا للحزب الديمقراطي، للحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية، في مؤتمر ما عمل كده من حوالي سنة. صحفي بيقول له ماذا عن القضية الفلسطينية؟ قال له أي قضية؟ قال له القضية الفلسطينية، كان قبل 7 أكتوبر، قال له القضية الفلسطينية والصراع ومش الصراع وما يحدث والحكومة في رام الله والضفة الغربية. قال له لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، اسمها يهودا والسامرة، أنا لا أعرف شيء اسمه الضفة الغربية. ده كان ممكن ومن الوارد. بعدين حتى لو دونالد ترامب بقى هو الرئيس الأربع سنين اللي جايين، رون دي سانتوس ده وارد جدا إن هو يجي. وارد جدا وحظوظه عالية يعني. هو برلماني وهو حاكم فلوريدا وهو صاحب حظوة والصهاينة يحبوه واللوبي اليهودي يعزه، يعني ده إيه حتة قلب إيه الصهاينة من جوه. واد متعلم كويس وبتاع، حاجة عظمة يعني. مهم دلوقتي سيناريو المسح، ده اللي عايزاه إسرائيل، ده اللي عايزاه إسرائيل. ولما تيجي تشوف اللي بيحصل في غزة، ده اللي عايزاه إسرائيل. ولما تيجي تشوف الأداء بتاع المستوطنين اللي حاطين مستوطناتهم في قلب الضفة، وإنه ياخدوا تصاريح بحمل السلاح تديها لهم حكومة اليمين المتطرف عيانا بيانا قدام العالم،
ويخشوا بيها على الفلسطينيين يقتلوهم في البيوت وحتى في المخيمات. تخيل عيش في مخيمات على أرضي، ده إيه البجاحة دي؟ وإيه الهوان ده؟ وإحنا بنشوف كل هذه المشاهد، فطبيعي أنك تشوف هذا الاحتلال الغاشم وهو يعمق العمليات العسكرية. هو شغال، شغال دلوقتي على شمال مدينة رفح. طيب سؤال يوسف، أنت بتقول أنه وحتى حكومة يمين الوسط مش هتعمل حاجة. هتيجي تقول لي طيب بس أديك شايف، هو ما هو مثلا جانس قدم استقالته والراجل وفى بالكلام اللي هدد بيه نتنياهو. صح، هل ده معناه أنه يحصل تصدع لحكومة بنيامين نتنياهو أو ولا لأ؟ خلونا نسأل، خلونا ناخد معانا على التليفون المحلل والكاتب السياسي الكبير أستاذ نظير مجلي، يحدثنا من الأراضي المحتلة. أهلا بيك يا فندم. مرحبا بيك أستاذ يوسف وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. مرحب بيك يا سيد نظير، واعذرني على الإطالة وإن كان القلب يحمل ألما شديدا داميا لما يحدث. نجحت في ملامسة الألم الذي نعيشه يوميا. الله يخليك. مثل أي كل المصريين من الشرطاء والطيبين الذين يقفون في الطرد الشامخ إلى جانب فلسطين وشعبه. ربنا يحلها. سيد نظير، ونحن نتحدث عن استقالة جانتس، البعض يرى أنه جانتس من تيار الحمائم حتى وهو من ضمن ما يطلق عليه يمين الوسط، لكن أولا في وجهة نظرك تعتقد أنه استقالة جانتس تؤدي إلى تصدع لحكومة نتنياهو ولا أنه هناك حلول؟ لا، التصدع ممكن ولكن صعب، الاحتمال الأبعد هو التصدع ولكنه احتمال قائم، وليس لأسباب مرتبطة بالحرب في غزة العدوانية التي كان غانتس شريكا كاملا فيها من بكل جرائمها وبشعتها، ولهذا قصة أخرى أبعد من السياسة والعقائد. غانتس عندما خرج من هذه الحكومة لأنه وصل إلى قناعة هو والأمريكيون سوية بأن هذه الحكومة أصبحت عقبة أمام المشروع الأمريكي الاستراتيجي وأمام المصالح الاستراتيجية لإسرائيل وللولايات المتحدة، ولذلك وطبعا هذا إضافة إلى الإهانات الشخصية التي تعرض لها مثل ما تعرض في الجولة السابقة عندما كان شريكا مع نتنياهو في حكومة في سنة 2018. يتكرر المشهد ويندغ هذا المؤمن من الجحر مرتين ويقبل بذلك تحت شعار الوحدة الوطنية، والآن بدأ يشعر أنه يهان بشكل غير طبيعي، وبدأت إصلاحات الرأي تشير إلى أنه يتراجع، أن الجمهور لم يعد يرى فيه قائدا، لأنه يعني إذا كان الجمهور يريد قائدا بديلا عن نتنياهو يريد من يحارب نتنياهو وليس يحارب مع نتنياهو ضد أطفال فلسطين ونساء. الشعور السائد لدى المجتمع الإسرائيلي بأن غانتس ليس ذلك القائد الذي يتسم بالفعل بالصفات القيادية، وأحد الأدلة على ذلك أن استطلاع الرأي الذي نشر قبل ساعة في إسرائيل يشير إلى أنه يتراجع أكثر عما كان في الماضي، وتقريبا أصبح مساويا لنتنياهو في استطلاع الرأي في الشارع. ولهذا لكن هو طبعا واعي بذلك، واعي أنه لن يصدع الحكومة، ولكنه يبدأ مسارا، وهذا المسار هدفه أن تسقط هذه الحكومة عن طريق الشارع وليس عن طريق القانون والكنيسة. والسؤال هل هذا ممكن؟ هذا حصل في تاريخ إسرائيل، المظاهرات التي انفجرت بعد حرب أكتوبر نتيجة لإخفاقات القيادة السياسية أدت إلى سقوط حكومة جولدا مير بالمظاهرات، يعني كانت قد مضى على انتخابها 4 شهور وسقطت، وحكومة شمير اضطر أيضا هو إلى تذكير موعد الانتخابات وسقط نتيجة للضغط في الشارع. صحيح أن نتنياهو مختلف عن جولدا مير وعن شمير وعن ذلك العصر، أيضا هو قائد من عصر آخر فيه كلح كامل للمشاعر، لا يوجد مشاعر لديه، يعني لا لا أخذ المثل الذي حصل قبل يومين فقط، ماكرون عندما رأى أن هذه نتائج الانتخابات في فرنسا أعلن عن تفكير مع الانتخابات، لا أستطيع أن أقبل على نفسي أن أنام وأنا
وأكون مرتاحا من دون أن أقدم موعد الانتخابات. هذا الخجل ليس موجودا في السياسة الإسرائيلية، ولهذا المعركة يجب أن تشتد وتكون كبيرة وعميقة وواسعة وفيها مئات ألوف في الشوارع حتى تهتز هذه الحكومة، وعندئذ من الممكن أن تسقط. أو هنالك موضوع آخر داخلي جدا جدا في إسرائيل مرتبط في خدمة اليهود الحربيين المتدينين الذين لا يخدمون في الجيش والآن يريدون إلزامهم بالخدمة. هؤلاء ممكن أن ينسحبوا من الحكومة وعندئذ تسقط. فإن لم تسقط بهذه الطريقة هي ستكون تلك مسيرة كفاح طويلة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى قيادة معارضة جدية متحدة لديها برنامج سياسي لديها قائد كاريزماتي، وهذا في الوقت الحاضر غير متوفر. هل يجب أصلا أن نعول على حكومة من المعارضة يمين وسط كانت أو يسار؟ إذا كان هنالك مثل جاب الذي إذا نجح يعني أن يسترد أنفاسه ويعيد بناء شخصيته ونفسه بطريقة معينة، يوجد لديه الأسس السياسية والأيديولوجية ليذهب في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة تطرح مشروعا مهما. صحيح إسرائيل ذهب إلى اليمين وفي الحرب عادة تذهب إلى اليمين أكثر وأكثر، ولذلك الحديث عن حل الدولتين الآن غير مقبول بصيغته الحالية. ولكن إذا طرح الموضوع ضمن إطار مشروع أمريكي عربي مثل ما تبادر الآن الدول العربية مع الولايات المتحدة لإحداث انفتاح لآفاق سياسية جديدة مبنية على أساس مبادرة الشباب العربية، سلام شامل وكامل للدول العربية مع إسرائيل بضمنه دولة فلسطينية، هذا قد يكون مقبولا أكثر إذا كان وراءه قادة شجعان يتحدثون عن ذلك. جنس تجلس معه بأربع عيون يقول لك أنا أعرف لا يوجد حل إلا دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل عاصمتها القدس الشرقية، هكذا يقول. ولكنني لا أستطيع أن أطرح هذا الآن لأنني سأخسر نصف الجماهير التي تؤيدني اليوم، وهو صادق في هذا سيخسر. لماذا يخسر؟ لأن هذه القيادات التي تعرف الحقيقة لا تقول الحقيقة للناس، لا تحاول أن تقنع الجمهور الإسرائيلي بأن هذه المصلحة ولا يوجد حل آخر. هذا الأمر لا يفهمونه، ويبنون كل المفاهيم على القوة والمزيد من القوة، وهذا ما فعلوه في حرب غزة. استعملوا قوة بطريقة بشعة وغير معهودة منذ حرب العالمية الثانية حتى اليوم، والأجواء العامة هي أجواء أنهم يعني أفقد قوة ويردون بشراسة على من يعتدي عليهم، ومستعدون للحياة عشرات السنين بهذه الطريقة. وهذا طبعا هو تفكير ضحل وضيق الأفق، ولكنه للأسف الشديد هذا هو الواقع السائد في إسرائيل اليوم. للأسف الشديد. أنا مشكورك جدا أستاذ نظير مجلي المحلل السياسي محدثنا من الأراضي المحتلة فلسطين. طيب أنا كنت لسه بكلمك على الانتخابات في أوروبا، وهناك صعود الحقيقة مخيف، مش في حجم الصعود، هي صعود لليمين المتطرف زي ما انتوا شفتوا وزي ما كنا حتى بنتكلم وزي ما أشار أستاذ نظير في معرض الكلام على ما يحدث على الأراضي المحتلة وما يحدث في الداخل الإسرائيلي، أنه هذا الصعيد المخيف لليمين المتطرف في الانتخابات أدى إلى أنه إيمانويل ماكرون خد القرار بحل البرلمان. مظاهرات بقى في فرنسا ما احكيلكش، يعني مظاهرات من المعارضة الفرنسية هتلاقي أنه في ساحة الجمهورية أشهر الساحات في فرنسا وفي العاصمة باريس، هتلاقي أنه أول ما تم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية خضة بنت لزينة، أحزاب اليسار نزلت تتظاهر، منظمات الشباب كلها نزلت تتظاهر، المدافعين عن البيئة وأحزاب الخضر وما إلى ذلك، الاتحادات الطلابية الرائعة الرائعة الرائعة، الاتحادات الاشتراكية، حزب فرنسا الأبية، وإن كان يعني فرنسا الأبية يعني أقصى حتة في اليسار هناك في فرنسا. طبعا المتظاهرين هناك خلال الاحتجاجات كانوا بيرددوا الشعارات بعلو الصوت لمناهضة حزب التجمع الوطني، وطبعا حزب يميني متطرف إلى أبعد الحدود. القلق طول الوقت من صعود اليمين المتطرف جوه أوروبا،
معانا على التليفون من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل بي آي سي الدولي للبحوث وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط. أهلا بك يا دكتور. منورنا دكتور رمضان. دكتور رمضان، مهم عندنا ان احنا نفهم لماذا كل هذا التخوف من اليسار الفرنسي بل والاوروبي بشكل عام من اليمين المتطرف. يعني نحن في الشرق الاوسط لدينا هذه الخشية، وان كانت خشية سياسية في مسألة مسارات اتخاذ القرارات فيما بعد، لكن ما الذي يدفع المواطن الاوروبي للخوف من صعود اليمين المتطرف؟ عمليا خطاب اليمين المتطرف في الثمانينات والسبعينات هو الذي خلق صورة نمطية مرعبة وشكل خطر على الديمقراطية الأوروبية، حيث أن أفكار اليمين المتطرف كانت بجلها ضد الأجانب، ضد الديمقراطية بشكل كبير، ضد الوحدة الأوروبية. ولكن ما حدث كان متوقعا، وصعود اليمين المتطرف ايضا قابله صعود اليسار المتطرف في اوروبا، وهذا ما لا يتحدث عنه الاعلام. لماذا صعد اليمين؟ الظروف والاجواء التي ادت الى صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الاخيره هو فشل الاحزاب الكلاسيكيه مثل الاشتراكيين والديمقراطيين الذين حكموا اوروبا لاكثر من 40 و50 عام في تحقيق وعودها للمواطنين الاوروبيين، ومعظم البرامج التي قدمتها لم تعد مجدية، خاصة في عملية الإصلاح الاقتصادي بعد كارثة كورونا. بما أن اليمين المتطرف قد سبق له وأمتاز وحكم في إيطاليا، ولكنه عندما أصبح في مكان الحكم لم يستطيع أن ينفذ برامجه الانتخابية أو التي كانت ضمن حملته الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بإغلاق الباب في وجه الهجرة. هناك أزمات كبيرة عندما تدخل الأحزاب اليمينية في الحكومة، تضطر أن تلتزم بالدستور، بالمواثيق، بالحالة العامة، بنظام الصحة، التقاعد، الأموال، البنك، الهجرة، حتى العوامل الخارجية مثل الحرب على أوكرانيا والهجرة غير الشرعية وملف الحرب في غزة. هذه عوامل أثرت بلا شك في المزاج الانتخابي الأوروبي. لكن حقيقة نحن نعيش هنا منذ عشرات السنوات. هذا اليمين المتطرف اليوم هو يمين متطرف نموذجي نوعا ما، لأن خطابه تغير كثيرا وأصبح يقصي من أسسوه في الأساس على خطاب الكراهية. أما اليوم هذا اليمين المتطرف أدرك أنه أخطأ وكان يخيف الناخبين، فبدأ يغير من خطابه. لذلك هو لا يستطيع أن يحكم بالأفكار القديمة، عليه أن يقترب من احتياجات المواطنين. هو اليوم يقدم ورقة علاجية من ناحية اقتصادية، وهذا ما يحتاجه المواطن الأوروبي. في الوقت الذي فشلت فيه الأحزاب الاشتراكية والديمقراطيين ويمين الوسط في إيجاد حلول على مدى سنوات وسنوات، وفي نفس الوقت اليسار المتطرف الذي صعد أيضا من نفس الأسباب هو لا يختلف كثيرا عن خطابه عن اليمين المتطرف، حتى فيما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية والتعاطف مع الفلسطينيين. هناك شخصيات من أحزاب يمينية تناصر فلسطين وتمقت إسرائيل، وهناك خطأ كبير يقع فيه الإعلام العربي أستاذ يوسف، أن الإعلام الصهيوني أو بمعنى النوب الصهيوني في الإعلام الغربي يحاول أن يصور دائما أن اليمين المتطرف هو داعم للرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بملف الشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه، وهذا غير صحيح. هناك بعض القيادات في اليمين المتطرف لا تخفي دعمها لاسرائيل، كما يوجد قيادات اخرى تدعم القضيه الفلسطينيه. هذا بما يتعلق بالشان الفلسطيني. اما ما حدث في فرنسا، ما حدث في فرنسا زلزال حقيقي على المستوى الوطني، ولكن لن يكون هناك تاثيرا كارثيا لصعود اليمين المتطرف في البرلمان الاوروبي، لان الغلبه لا زالت لحزب الشعب الأوروبي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وثالث التجديد وحزب الإصلاحيون، وفي المرتبة السادسة يأتي الأحزاب اليمينية، تجمع الأحزاب اليمينية، وهي بالمناسبة غير متحدة في تكتل الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي. أعتقد أنه تأثير صعود اليمين المتطرف في الدول الوطنية مثل فرنسا، مثل النمسا، مثل المجر، يمكن أن يشكل حالة حكومية. هل ولكن في البرلمان الأوروبي يصعب بل مستحيل أن يكونوا مؤثرين أو ضاغطين بنسبتهم الضئيلة الحالية، لكن
الانتخابات التي دعا لها رئيس ماكرون كان ذكاء شديد من رئيس ماكرون الذي كان بإمكانه أن يستمر البرلمان بشكله الحالي وبإمكانه ولديه صلاحيات أن يزكي الحكومة الحالية إلى انتهاء ولايته، ولكنه كان لا يريد أن يكسر العرف الديمقراطي في فرنسا فقام بحل الحكومة واحترمه الشعب الفرنسي كثيرا. ماذا استفاد ماكرون من حل البرلمان والدعوة للانتخابات المبكرة؟ استفاد تجيش كل أحزاب الوسط واليسار والاشتراكيين ويمين الوسط خلفه في مواجهة هذا اليمين المتطرف القادم على فرنسا من خلال خطابه بالأمس عندما قال إن هذا اليمين يشكل خطرا على الجمهورية الفرنسية الحالية. طيب. لذلك نتوقع في الانتخابات القادمة أستاذ حسين أن يكون هناك جهد جماعي من الأحزاب تحالفات كبيرة لإسقاط حظوظ اليمين المتطرف الذي يعيش نشوة نتائج الأمس في انتخابات البرلمان الأوروبي. مارين لوبين خرجت عن صمتها وعادت في خطاب النصر أول أمس وكأنها تبدأ حملة انتخابية جديدة عندما قالت نحن اختارنا الشعب وصحح المسار ونحن جاهزون لقيادة فرنسا، يعني تزكي نفسها لتكون مرشحة رئاسية وتشكل حكومة بعد ثلاثة أسابيع إلى ما نجح حزبها. لا خطر على السياسة الخارجية من أي تغيير ما حدث من نتائج البرلمان الأوروبي أمس. الخطر يمكن أن يحدث في بعض الدول، مش خطر، هو تقريبا تغييرات في بعض البرامج بما يتعلق قانون التقاعد، قانون ذبح اللحوم، الزراعة، بما يتعلق بالمدارعين، بما يتعلق بالمناخ. الخاسر الأكبر هي الأحزاب التي دعمت الإخوان المسلمين مثل حزب الخضر، هو الخاسر الأكبر. الأحزاب الاشتراكية أو يسار الوسط خسرت كل من قدم دعما لرواية الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، جاءت عليه لعنة الإخوان فسقط سقوطا مدويا في مقاعد البرلمان الأوروبي أول أمس. ما هو قد يكون المكسب الوحيد للعرب من وراء وجود اليمين المتطرف بشكل أو بآخر هو أنه هذا اليمين المتطرف لن يقوم بدعم الإخوان المسلمين أو الحركات الإسلامية أو حركات الإسلام السياسي بالتحديد التي تتخذ من أوروبا مرتعا وملعبا في بعض الأحوال. لكن القلق دايما دكتور رمضان، خليني أشكرك الأول دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث BIC وخبير الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط، القلق الحقيقي لدى الأوروبيين في وجهة نظري إنه هناك صعود لخطابات القوميات، يعني ده صعود للقوميات. اليمين المتطرف بيعيد عملية أو بعث شعور قومي، يعني ألمانيا ألمانيا، فرنسا فرنسا، إيطاليا إيطاليا وما إلى ذلك، وبالتالي ده مهدد حقيقي للحمة الاتحاد الأوروبي. وبالمناسبة هذا التهديد الحقيقي للحمة الاتحاد الأوروبي يعني تهديد اقتصادي لأوروبا، وأوروبا الحقيقة اقتصادها مفترض أنه يكون أقوى اقتصاد أو أقوى منطقة اقتصادية في العالم، ولو صح التعبير أن يكون أقوى اقتصادا على المستوى الدولي. المشكلة الرئيسية أنه أمريكا مش عايزة أوروبا تبقى هي أقوى اقتصاد موجود على المستوى الدولي، والمشكلة الرئيسية أنه أمريكا بالتأكيد داعمة لليمين المتطرف في أنه يصل إلى سدة الحكم بحال من الأحوال. ولك برضو أنك تتذكر كلمات كتير لدونالد ترامب في فترة ترشحه الأولى في حملته الانتخابية، وتكلم إزاي عن أوروبا وتكلم عن اليمين الأوروبي. ده مهم جدا أنك أنت تتابع الحاجات دي وتابع. بما أنه ذكرنا في هذا الحديث مع الدكتور رمضان ماري لوبان، فماري لوبان دايما متطرفة، بنت متطرف، يعني هم عيلة يمينية متطرفة قومية إلى أبعد الحدود يعني. فإذا لازم تسمع كمان الكلام والخطاب والتوجه بتاع واحدة زي ماري لوبان. طب بالمناسبة يعني في عاجل، واتمنى حتى ان احنا زملائي كمان لو قدروا ينزلوا على الشاشة، انه مجلس الامن اعلن يعني تبنيه لدعوة واشنطن لاجتماع عاجل للنظر في مسألة وقف اطلاق النار في قطاع غزة، الوقف الفوري لاطلاق النار على قطاع غزة. احنا هنا عشان برضو حضرتك تبقى فاهم انا بقول ايه كويس، المجلس موافق على عقد الجلسة، المجلس ما وافقش على وقف اطلاق النار. لعلها خطوة يعني، خلينا نشوف الجلسة عندما تنعقد هنخرج منها بايه. لكن مجلس الامن قال اوكي هنقعد
على خلفية إيه؟ على خلفية الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة. التصويت هيبقى شكله إيه؟ أستر علينا يا رب. خليني بقى أحكي لكم حدوتة لطيفة، لأن أنا حضرت اتنين منها، وكان ليا شرف الحقيقة أن أنا حضرت يعني ملتقيين منهم. إيه هم بقى؟ أنتوا عارفين يا جماعة وزارة الداخلية بتعمل عمل أنا بشوفه من الأعمال الرائعة الرائعة جدا كمان، حاجة اسمها الملتقى أو ملتقى شباب وطلائع المناطق الحضرية، دي المرة الخامسة، الملتقى الخامس. وزارة الداخلية بتعمل إيه؟ بتاخد الولاد وتطلع بيهم في كل مرة على مكان، مرة في محافظة ما، مرة يبقى في معايشة جوه أكاديمية الشرطة، يقعدوا الولاد والشبان الصغيرين والبنات يبقوا متعايشين لأيام داخل أكاديمية الشرطة، يتعرفوا على نمط الدراسة، طريقة تفكير طلبة الكلية، طريقة تفكير ضباط البوليس عندنا في مصر وما إلى ذلك. ويمكن ده المرة الخامسة، والداخلية حريصة على أنها تعمل ده بمنتهى الانتظام. طيب المرة دي الملتقى بقى كان فين؟ وده كان بالنسبة لي حلو بقى قوي، لأن أنا بحب السويس جدا. الملتقى المرة دي كان في السويس، واحدة من مدن القناة الثلاثة. أدي واحد. اتنين، واحدة من مدن المقاومة. انتوا عارفين دايما احنا نقول قناة السويس دول المحافظات الثلاثة، دول محافظات المقاومة، السويس، إسماعيلية، بورسعيد. المبادرة بالأساس اسمها مبادرة جيل جديد لبناء أجيال جديدة، أجيال جديدة من أهالينا في المناطق الحضرية الجديدة. المناطق الحضرية الجديدة دي يا سادة اللي كان أهلهم أهلها زمان إخواتنا في هذا الوطن، أهلنا، أصدقائنا، رفاقنا، احسبها زي ما تحسبها حلوة رفاقنا، دول اللي كانوا قاعدين في مناطق لا تصلح على الإطلاق، عشوائيات. ربنا سبحانه وتعالى ألهم فخامة الرئيس أنه لازم الناس دي حياتها تتغير، وساعدوا ووفقوا، يعني ساعدوا أهلوا ووفقوا واتنقلوا لمناطق حلوة 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 بالمعنى الكامل لكلمة حلوة، فيها كل حاجة ممكن يحتاجها الجيل ده، فيها كل شيء، المكان من حيث الشكل والمضمون، البيوت، مراكز الشباب، المكتبات، الأنشطة، إلخ إلخ إلخ. طيب المهم خدوا الولاد، الداخلية خدت الولاد في الملتقى الخامس وطلعوا على السويس على خط القناة، البوابة الجنوبية لقناة السويس المصرية. هذه القناة أو هذه المحافظة اللي رملها مشبع بدم الشهداء، هذه المحافظة اللي فيها أكتر من ميناء، أكتر من منطقة صناعية، زي ما أنتم عارفين في المنطقة الصناعية والاقتصادية بتاعة العين السخنة، في المنطقة بتاعة هيئة مواني دبي، في المنطقة الاقتصادية الصناعية المصرية الصينية اللي هي تيدا مصر. اللطيف في الموضوع جدا جدا أنه الولاد والبنات هؤلاء الشباب والطلائع الداخلية خدتهم علشان يزوروا كل ده، يعني يقفوا على قناة السويس ويشوفوا المناطق اللي اتحرك منها الجيش المصري وقدر انه يحطم الأسطورة بتاعة الجيش الذي لا يقهر والحائط والسد المنيع وبرليف ومش برليف وكل الهجس ده المصريين جابوه على الأرض. فالداخلية خدت الولاد والبنات اللي زي الفل دول عشان يشوفوا أبهاتهم وأجدادهم إن كانوا لسه صغيرين حبتين في سن زي الواد اللذيذ اللي طلع في الصورة من شوية ده، عدوا ازاي القناة اهو، شكله حبوب قوي، تحس ان هو عينيه مليانة شقاوة مليانة ذكاء. المهم فالداخلية خدتهم تفرجهم الحتة دي. طيب ده الحس الوطني العظيم، تعالى اوري لك يعني ايه قناة سويس ويعني ايه قناة سويس جديدة. ده مثلا تعالى اقول لك ليه قناة السويس الجديدة دي مهمة، يعني تعالى اعلمك واشرح لك وفهمك عشان تبقى انت فاهم، انا مش بحفظك، تبقى انت فاهم. قناة السويس دي شريان عظيم لاقتصادنا من جهة، للتجارة الدولية من جهة، بيعلموا الولاد وبيفهموهم يعني ايه 14% تقريبا من حجم التجارة الدولية بيعدي عندنا. نبدأ يا اما من السويس يا اما نبدأ من بورسعيد. المرة دي بقى احنا كنا فين؟ في السويس. بتعدي كام مركبة كل سنة؟
في قناة السويس. أهمية قناة السويس دي الجديدة إيه؟ يا ترى كان قبل كده بيعدي قد إيه ودلوقتي بيعدي قد إيه؟ يا ترى ده إضافة قد إيه للاقتصاد المصري؟ بيخلق فرص عمل إزاي؟ طب تعالى أخدك ووديك المنطقة الاقتصادية اللي في العين السخنة وتشوف بنفسك بعينيك الحلوين دول، تشوف المصانع، تشوف الناس اللي بتشتغل، تشوف فرص العمل، تشوف الناس اللي بتبني البلد دي بالعرق وبالشقة، تشوف قصص نجاح حقيقية تلهمك وانت ولد وبنت صغيرين كده، انك انت تبقى عارف انه دايما في امل وان البلد دي بتتحرك لقدام عن طريق الولاد دول. فانا بقولك انا من الناس اللي معجبة بجد بجد الى ابعد الحدود بالمبادرة دي وبهذه الملتقيات المستمرة وبمنتهى الانتظار. خدوا الولاد وودوهم على المقر بتاع هيئة مواني دبي، والتقوا هناك بالقائمين على المنطقة بتاعة المواني، وشافوا قيادات من اخواتنا الاماراتيين هناك وقعدوا يتكلموا معاهم ويناقشوهم وما الى ذلك. لما راحوا تيدا مصر، المشروع اللي هو الصناعي العملاق مصر والصين، قعدوا معاهم وقعدوا معاهم اخواننا الصينيين وقعدوا يتكلموا معاهم ويشرحوا لهم وما الى ذلك. انت متصور افق الولاد والبنات دول فين؟ انت متصور احلامهم راحت لحد فين؟ انت متصور حجم تفاؤلهم وسعادتهم واملهم الحقيقي وايمانهم الراسخ بانه البلد دي يعني مش بس بتحبهم، لا، المساله ابعد من كده بكتير. هي مساله الولاء والانتماء والوطنيه والحب. انك انت تروح، انا اول مره رحت السويس دي كنت صغير، رحت مع ماما، كنت صغير يعني، كنت قدهم كده، كنت اظن في اولى اعدادي ولا حاجه كده. اول مره رحت السويس دي كنت في اولى اعدادي، ده من كام سنه ده يا يوسف؟ يا نهار اسود، ده يجي من 36 سنه، زمان قوي يعني. انا كبرت قوي يا جماعه. مهم يعني، فلما رحت هناك، فانا طبعا احنا الجيل بقى اللي هو انا اتولدت 75، فاحنا ما حضرناش حرب 73، بس احنا حضرنا سنوات التاليه المباشره لما بعد الحرب. يعني شفنا المظاهر الخفيفه اللي كانت متبقيه، الحيطه الكبيره اللي كانت بتتبني قدام مداخل العمارات تحسبا لاي حاجه، لان احنا كنا بنحارب عدو لا اخلاقي زي ما ضرب قبل كده بحر البقر يعني. فإيه اللي كان هيمنعه أنه ممكن يوصل لحد القاهرة؟ بس اللي منعه كان حائط الصواريخ المصري، ودي حدوتة برة بالمناسبة لازم مرة نقعد نحكيها يعني. فشفنا ده على أيامي وأنا طفل صغير يعني. شفنا بعض الكلمات اللي كانت بتتكتب على الحيطان، لحقناها أنا وجيلي كله يعني. لما رحنا السويس لحقنا أثار ما بعد العدوان، حتى بعد ما تم إزالة ما بعد العدوان شيء ما، ما كانتش لسه السويس بهذا البهاء الرائع وهذا الكمال يعني، كمال ربنا سبحانه وتعالى، يا سيدي خليها وهذا الجمال. فقعدت أعيط وأنا طفل صغير، لأنه كمان بقى كنا لسه إحنا بنشوف الأفلام بقى بتاعت محمود عبد العزيز الله يرحمه، محمود ياسين الله يرحمه، حاجة بقى كلها البطولات، وبدأنا نكبر شوية فقعدنا بقى نقرأ روائع مجيد طوبيا، يا سلام سلم، روائع عظيمة يعني. قعدت اعيط وانا كنت عيل صغير. الولاد دول بقى حاجه تانية، الولاد دول بيشوفوا الامل وبيشوفوا الواقع اللي يبعث على الامل. فانا يعني احيي جدا هذه المبادره وهذا الملتقى والاستمرار فيه شيء عظيم عظيم. تخيل لو كل ده ما كانش بيحصل مع الولاد دول، كان ممكن ايه اللي بيدور في هذه العقول؟ وهتبنى ازاي وتكبر ازاي ووجدانهم يتكون على ايه يا اخي؟ يلا ده النهارده الثانويه العامه، اوبا، وانطلق الماراثون ثانويه عامه. اجواء اليوم الاول للثانويه العامه، الله اكبر. برنامجنا التاسعه يستطلع اراء المواطنين اولياء الامور والامهات، يا عيني المسكينات دول مع الولاد. ما تبطلوا يا جماعه العاده بتاعه انكم تروحوا مع العيال لحد باب المدرسه اللي هيمتحنوا فيها دي، بجد والله انتوا بتوتروهم وبتوجعوا لهم دماغهم بصراحه، والعيال بتبقى قاعده طول الوقت قلقانه ومتوتره. بجد بلاش الطريقه دي، غلط. انتوا بتحبوهم وخايفين عليهم بس انت بتوترهم، بالاضافه ان العيال كبار فبيبقى شكلهم مش لذيذ وهم رايحين ومع ماما يعني. على كل التوفيق لكل العيال، وادعوا لبنتي عشان هي كمان ثانوية عامة. تشوف التقرير ده وفاصل ونكمل الكلام.
الله استعداد من اول السنه، مش هقول لك اليومين دول، لا احنا مستعدين من اول السنه، يعني من اول ما البنت بدات واحنا على اعصابنا، ربنا هو بس اللي عالم. صراحه كنا متوترين جدا، وطبعا البيت كله رهبه، وعايزه اقول لحضرتك ان انا خايفه جدا، بس طبعا ما اقدرش انقل لها الاحساس ده، وربنا معاهم جميعا يا رب ان شاء الله. ما كانش فيه تراكمات ولله الحمد، والحمد لله يعني الـ كله الحمد لله على تمام ان شاء الله باذن الله. زي جدول معقول الحمد لله، وهي استعدت ماشيه مع المدرسين اللي هي بتاخد معاهم دروس وكده، جدول طبعا جدول، ما فيش خروج كتير، كله تمام يعني، حتى مع علم علوم تمام، وادبي انا شايفه ان هم تمام، بس فكره ان هم حاطين لنا في الرياضه في الرياضه في الاخر خالص، يعني هيعدي شهر كامل على الامتحان الرياضه، ففي طلبه ممكن تنسى الرياضه نفسها. بتتكلم عن ايه؟ والله السنه دي الحمد لله الثانويه العامه الجدول فيه تنظيم اكتر عن السنين اللي فاتت، الجدول حلو جدا يعني، مريحينهم بين كل ماده وماده، فالحمد لله يعني الجدول احسن من السنه اللي فاتت كتير جدا. كان الامتحان كان حلو الحمد لله، والاسئله يعني كانت في مستوى الطالب المذاكر شويه، ويعني كانت الدنيا كويسه. الامتحان زي الفل وحلنا حلو الحمد لله. الدين صعب قوي والله، بس الحمد لله الدنيا ماشيه يعني، والتربيه الوطنيه الحمد لله ماشيه شغاله يعني، الحمد لله سهل. والله الامتحان الحمد لله كان كويس، الدين بس اللي بيقولوا عليه صعب شويه، هو كان جايب يعني جزء معين من سوره النساء، المفروض علينا سوره لقمان وسوره النور. امتحان الدين اسئلته حلوه جدا، ويعني معلومات عامه يعني، فتمام يعني. طيب زي ما انتم عارفين منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن 1-1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، دي كانت الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبقى موجودين هناك. طبعا ماما بالدو يعني تقدم، وفي النهاية خالص ده كان تقريبا في الدقيقة 42 من بداية اللقاء، قبل ما يجي مو صلاح في الدقيقة 70 ويحقق لنا هدف التعادل. وبكده المنتخب بتاعنا بتوصل عدد النقط بتاعته لحوالي 10 نقط في المركز الأول، بينما أنه منتخب غينيا بيساو قفز إلى 6 نقاط. خليني في النقطة دي تحديدا، لأن كلنا قدرنا أن احنا نتابع الماتش ده، وكلنا شفناه عبر قنوات On Time Sport، كلنا المواطنين المصريين. وهنا لازم نشكر جدا 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 الشركة المتحدة اللي نقلت لنا مباريات المنتخب عبر قنوات On Time Sport، بحيث أننا كل المواطنين نقدر نتابع منتخبنا الوطني في هذا الماتش. الحقيقة أنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين المتحدة هي واحدة من كبريات الكيانات الإعلامية في المنطقة، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، أكبر كيان إعلامي يعني، إن لم يكن من الأكبر فهو الأكبر. المجهود الرائع اللي اتعمل علشان نقدر ننقل المباريات الحقيقة من المتحدة كان كمان مشارك فيه وتعاون فيه الشركات الراعية لحق البث، ودي برضو الحقيقة وجب تقديم الشكر ليها. يعني احنا بنتكلم على أورا ديفلوبرز ايجيبت، بنتكلم على البنك الأهلي، بنتكلم على اتصالات مصر، والحقيقة تضافرت كل القوة كل الجهود، شركاء النجاح زي ما أنا أحب أسميهم، يعني دول شركائنا مع المتحدة علشان نقدر ندي فرصة حقيقية للجمهور المصري يتابع مباريات منتخبه خلال مشوار التصفيات، نقدر ندعم فريقنا علشان بإذن الله نوصل لحلم الوصول لكأس العالم بإذن الله إن شاء الله، قولوا يا رب. طيب زي ما كنت بقولك المنتخب اتعادل 1-1، الدقيقة 42 جه فينا جون، الدقيقة 70 مو صلاح أنقذنا وبقينا تعادل. خليني هنا بقى أفهم شوية عن الماتش أو نحلل الماتش قدر الاستطاعة، كده كده كريم رمزي جاي طبعا مما لا شك فيه يعني هيقول كل حاجة، لكن أستقبل معايا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز الأستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي ومدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة. ازيك يا محمد؟ ازاي الصحة؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، ازاي حضرتك؟ اقدر اقول برافو علينا ولا ايه؟
برافو علينا، يعني برافو علينا طبعا. طمع حلو في الكورة، يعني احنا لما نطمع ان احنا نفوز كمان في مباراة خارج الارض في ظل الصعوبات دي امر كويس وامر محمود. ولكن لو بصينا للغة الارقام وبالورقة والقلم، لا الحمد لله، برافو جدا على المنتخب، برافو جدا على اللعيبة، برافو جدا على الجهاز الفني طبعا للمنتخب. كنا نأمل كلنا كمصريين ان احنا نحقق الفوز ونقترب بشكل كبير جدا من الصعود لنهائيات كاس العالم، ولكن في ظل الصعوبات الكبيره اللي حضرتك عارفها، يمكن احنا بنتكلم وكلمنا اكتر من اتصال تليفوني قبل المؤخر، وكلمت مع حضرتك ان في صعوبات كتير طبعا. منها مثلا ان اللعيبه يعني المحترفين خلصوا بدري جدا مع فرقهم، وبالتالي الفتره اللي فاتت كانت بالنسبه لهم فتره راحه، فكان على الجهاز الفني تجهيزهم بشكل كويس جدا خلال فتره قليله جدا. شفنا كمان قصه المؤخر والاجنده الدوليه بتبتدي يوم 3، وكابتن حسام كان مصر ان هو يبتدي المؤخر يوم 28 ونجح الحمد لله في ذلك. اعتقد ان جهاز فني جديد للمنتخب بعد اخفاق كبير مع مستر فيتوريا في بطوله كاس افريقيا الاخيره، واللي شهدت يعني تالق منتخب بوركينا ومنتخب غينيا اللي احنا عمالين نقلل منهم وبنقول ان هم منتخبات صغيره. المنتخبات دي على فكره ظهرت بشكل افضل مننا في بطوله كاس افريقيا الاخيره، الحمد لله فزنا على واحد فيهم وتعادلنا مع واحد فيهم خارج الارض. احنا دلوقتي الحمد لله زي ما حضرتك قلت وتفضلت وقلت 10 نقاط متصدرين المجموعه، منتخب غينيا ورانا 6 نقاط، منتخب بوركينا اللي بيلعب دلوقتي مع منتخب سيراليون 4 نقاط، حتى في حاله فوزه وهنفرض ان هو هيفوز يعني هيبقى 7 نقاط، وبالتالي احنا مستمرين في صداره المجموعه لحد باذن الله لما نبتدي تاني جوله جديده في التصفيات في 17 مارس اللي جاي ان شاء الله قدام اثيوبيا في الجوله القادمه في تصفيات المؤهله لكاس العالم. بس عندنا في شهر 9 ان شاء الله مباريات في تصفيات المؤهله لكاس افريقيا، يعني في 9 اللي جاي تصفيات المؤهله لكاس افريقيا، ولكن في مارس اللي جاي هنستأنف مشوارنا في التصفيات المؤهله لكاس العالم. يمكن النهارده بهدف صلاح، مو صلاح طبعا النهارده بهدفه اصبح 5 اهداف في التصفيات متساويا مع تريزيجيه، هما الاثنين هدافين في التصفيات. ناس كتير اتكلمت النهارده ان صلاح رفض التغيير، انا باكد لحضرتك الكلام ده غير دقيق تماما. يمكن كابتن حسام كان فعلا بيجهز ناصر ماهر ومصطفى فتحي ان هو يدفع بيهم في نهايه المباراه، دفع بناصر ماهر وكان فعلا مصطفى فتحي هينزل مكان صلاح، بل وصلاح يعني ابتدى يخلع شارة القياده، ولكن كابتن حسام في اللحظات الاخيره فضل استمرار محمد صلاح وهو اللي شاور له قال له لا استمر في الملعب، يعني ما كانش فيه اي رد تماما. ويعني اعتقد عدسات التلفزيون النهارده نعلت لنا ووضحت لنا ان العلاقه بين الثنائي جيده جدا جدا. شفنا ده في حصول محمد صلاح على التعليمات من كابتن حسام تاخر بمناسبه في الكولينج بريك، كمان كان بيتكلم معاه هو بشكل صريح، النهارده صلاح تالق واحرز هدف وكان ممكن يحرز اكتر من هدف، كان في كوره في اخر المباراه كان ممكن كمان يحرزها كانت كسبتها المباراه، وفي كوره ثانيه كمان اهدرها كان ممكن تبقى هدف. اعتقد ان العلاقه جيده جدا بين كابتن صلاح وبين كابتن حسام حسن. بالنسبه لاصابه مصطفى محمد عشان كتير بتسال عليها، هي اصابه في اربطه الركبه وان شاء الله هيخضع لاشعه بمجرد عوده المنتخب للقاهره، المنتخب هيركب الساعه 1 بالليل النهارده بتوقيت القاهره وهيوصل 8 صباحا بالسلامه ان شاء الله بكره باذن الله. بالنسبه برضو لمصطفى شوبير، ناس كتير كانت بتقول ان هو تعور، انا بطمن حضرتك برضو ان مصطفى شوبير ما تعورش ولا حاجه، هو فعلا يعني حصل عليه القاء بعض الاشياء من المدرجات غينيا، ولكن هي كانت عباره عن اكياس ميه يعني ما اثرتش معاه او ما تعرضش للاصابه بسببها، الحمد لله هو تمام وكويس الحمد لله. ان شاء الله باذن الله مشوار لسه طويل لمونديال كاس العالم اللي هيقام في امريكا وكندا والمكسيك في 2026، لسه عندنا مباريات كتير لسه، بس الحمد لله برضو في نقطه مهمه جدا ونقطه ايجابيه ان كل المباريات اللي جايه ان شاء الله يا اما هتكون على ارضنا يا اما هتكون على ارض محايده، يعني معظم الفرق اللي معانا في المجموعه الملاعب بتاعتها ما حصلتش على الموافقات اللازمه ان هي يتلعب عليها المباريات، فبالتالي دي برضه نقطه قوه كبيره. والملعب ده كان صعب برضه يا محمد، يعني الملعب كان يعني مرتفع جدا عن منسوب البحر، وبالتالي نسبه الاكسجين بتبقى اقل، يعني لو اللعيبه مش متعودين عليه يتعبوا. مظبوط مظبوط يا زيوت، في الاجواء يمكن في غينيا صعبه جدا، وده يمكن اللي اكبر الجهاز الفني والجهاز الاداري بقياده كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ان هم ياجلوا سفرهم 24 ساعه، وان هناك ياخدوا تمرين واحد بس في غينيا، وان هم كل فتره اقامتهم في غينيا يكون 48 ساعه بسبب الاجواء اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، اجواء صعبه جدا. ومنتخب غينيا منتخب مش ضعيف، منتخب غينيا ظهر بشكل كويس في بطوله كاس افريقيا، ودايما احنا لما نلعب مع منتخب ونلاقي ان المنتخب ما بيقدمش افضل حاجه بنقول بنيجي على طول ونقول عليه منتخب ضعيف، طب ليه ما بنقولش ان احنا قدرنا ان احنا نغلق مفاتيح اللعب بتاعته؟ ليه ما بنقولش ان احنا قدرنا ان احنا نحجم المنتخب اللي قدامنا؟ وده اللي حصل اعتقد مع منتخب بوركينا وحصل مع منتخب غينيا، يمكن اعتقد في الفتره القصيره
اللي تولى فيها الجهاز الفني الحالي وفريق حسام حسن منتخب اداء منتخبنا تطور، مش هقول ان هو راح في حته ثانيه لسه، لان لسه طبعا المأمورية صعبه ولسه الوقت لسه قدامهم، ولكن لما نيجي ننظر للمستوى اللي قدمناه في بطوله كاس افريقيا والمستوى الحالي اعتقد الفرق كبير جدا. وبرده ما ننساش ان احنا تعرضنا لظلم تحكيمي كبير في مباراه النهارده، خلينا ضرب الجزاء الهدف اللي احرزه منتخب غينيا يعني برضو هدف مشكوك في صحته، وبرضو بنضع على نفس فان كبيره جدا يا استاذ يوسف على فكره عدم وجود الفار تصفيات المؤهله لكاس العالم بتقام من غير الفار، حاجه يعني مجزيه بشكل غريب كبير. غريب قاره كبيره زي قاره افريقيا ان احنا يبقى بتقام تصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني دي اكبر بطوله واعرض بطوله بتقام في العالم كله وتصفيات المؤهله ليها تكون من غير الفار، واعتقد ان احنا ظلمنا بشكل كبير في مباراه النهارده وفي مباراه بوركينا كمان. لو حضرتك تفتكر كان في ضربه جزاء صريحه وصحيحه مليون المئه لتريزيجيه واحنا كنا متقدمين 2-0 في مباراه بوركينا فاسو، والحكم يعني ما اتكلمش عنها او انه حكم يعني ما حسبهاش، اعتقد في وجود الفار كانت اتحسبت والموضوع كان هيكون اسهل من كده بكتير. في المجمل الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز على بوركينا ونحقق نتيجه ايجابيه قدام غينيا وبنحافظ على صدارتنا. كويس. طب قول يا محمد، انت سمعت القصة بتاعت انه محمد صلاح كان رافض التغيير؟ انا كان كنت بقول لحضرتك يعني القصة دي قصة مش حقيقية تماما، ده فنكوش اي كلام. لا خالص، هو الموضوع كله اللي ناصر ماهر وكان كابتن حسام كان هيدفع بناصر ماهر وهيدفع بمصطفى فتحي وكان خلاص هما الاثنين على الخط، لما دفع بناصر ماهر وصلاح فهم ان هو هينزل مكان مصطفى فتحي او هيخرج مكان مصطفى فتحي الراجل ابتدى يخلع شارة القياده، ولكن كابتن حسام في اللحظات الاخيره قرر الابقاء على محمد صلاح لاسباب فنيه، الراجل قرر ان هو يلغي التغييره وطلب من محمد صلاح البقاء في الملعب. انا بقول لحضرتك ده كلام كله كلام يعني مستهلك بسبب طبعا ناس بتحب تصطاد في ميه العكه ويقول لك اصل العلاقه بين صلاح والعلاقه بين حسام، كلنا شفنا في الشاشات وكلنا شفنا في الملعب العلاقه عامله ازاي والعلاقه جيده ازاي وشفنا قد ايه حاله التناغم اللي بينهم. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر لزميلنا وناقدنا الرياضي الكبير محمد عراقي وايضا مدير اداره الاعلام في اتحاد الكوره. بالمناسبه مو صلاح شكله في نيولوك احلى بصراحه، يعني هو قصص شعره كده وشكله احلى كتير، يعني نجوميه كده زي ما بيتقال، يعني خليك على كده مو خليك حالق اشتري مني. طيب عايز اخدك لحياه كريمه. حياه كريمه مؤسسه كبيره، والمؤسسه الكبيره دايما عندها استمراريه في تقديم الدعم العلمي على سبيل المثال والمعنوي، بما ان احنا بنتكلم على الثانويه العامه والنهارده اول يوم وما الى ذلك، ففي استمراريه في ده. نجح قبل كده لو تتذكروا مشروع تقدر في 10 ايام السنه اللي فاتت في العام الدراسي اللي فات 22-23 نجحنا في ده عن طريق حياه كريمه، وكان ليه مردود ايجابي جدا جدا جدا، وكان مهم جدا في مساعده الطلاب بشكل اكاديمي، يخفف كمان من عليهم وعلى اهاليهم تحديدا الاعباء الماديه عن اولياء الامور. استفاد من المشروع السنه اللي فاتت تقريبا ما يزيد عن 88,000 طالب من طلبة الثانوية العامة، وبالمناسبة في كل محافظات القطر المصري. استمرارا لهذا النجاح، واستمرارا لهذا الدور الرائع اللي بتلعبه مؤسسة حياة كريمة علشان خاطر طلابنا في الثانوية العامة وعلشان خاطر أولياء الأمور، فقامت بتنفيذ المشروع للعام الثاني على التوالي 23-24. حياة كريمة توسعت بهذا المشروع، فهيتلاقيه بيتضمن مكونات جديدة منها زيادة الدعم المقدم للطلاب وأولياء الأمور، مما لا شك فيه ده شيء شديد الأهمية، وخصوصا للفئات المستهدفة من أهالينا الذين يستحقوا هذا الدعم. وبالمناسبة كلنا في مصر سيبك بقى من مين يسار ومين يمين ومين مش عارف ايه، الكل في مصر، الدولة، الشعب، الأحزاب، الكل يعلم جيدا ان هذه الفئات هي الفئات الأهم من حيث اهتمام أسري، اهتمام مجتمعي. يا جماعة احنا بنقلل قدر الاستطاعة من حجم الأعباء المادية الكبيرة اللي على الأسر المصرية. طبعا خلي بالك انه هذا العبء بيشكل ضغط شديد على الأسرة من ناحية مادية، على الجانب السلوكي للأسرة وللطالب،
القدرة التحصيلية للطالب، لأنه شايل الهم برضو يعني، ما أنا ما أقدرش أقولك أنه يعني حاطط إيده في الماء الباردة زي ما بيتقال. المشروع السنة دي كمان بيركز على بعدين مهمين جدا، البعد الأكاديمي وده مكون من مرحلتين، والبعد النفسي وتفاصيلهم يعني ممكن اقعد احكيها لك بسرعه كده. المكون الاكاديمي ده بقول لك انه زي بيتكون من مرحلتين، المرحله الاولى هي ان انا اقدم لك او يعني المبادره تشتغل على المراجعات المسجله لكل وحدات المنهج الدراسي في كل المواد خلال شهر مايو. حلو؟ طيب. وكان عددها 16 ماده. واستفاد منها بقى المره دي كم طالب؟ تعال بقى اقول لك 178,617. المرة اللي فاتت زي ما كنت بقول لك احنا استفاد منها تقريبا اكتر من 88,000 طالب، المرة دي 178,000 طالب وزيادة. زيادة قد ايه؟ 617 زيادة. طيب المرحلة الثانية اتعملت فيها بقى المراجعات وحل نماذج الامتحانات والاسئلة وكل الكلام الجميل ده. كل الكلام ده لمين؟ للتعليم العام، لأولادنا أصحاب الاحتياجات الخاصة وتحديدا كمان المكفوفين. ده كان خلال شهر يونيو الجاري اللي أنا وإنت يعني عايشينه دلوقتي. استفاد من المرحلة دي قد إيه بقى المراجعات؟ 15,697 طالب من طلاب الثانوي العام و300 من طلاب أصحاب الهمم تحديدا من المكفوفين. ده بالإضافة البعد النفسي. البعد النفسي ده بقى عبارة عن إيه؟ مجموعة من الفيديوهات إرشادية توعوية موجهة للطالب ولأسرته، جلسات إرشاد نفسي عن طريق زوم، خط ساخن لمساعدة الطلاب على مواجهة الضغوط. أعداد المستفيدين بقى من الجزء أو المكون أو الشق النفسي قد إيه بقى؟ 345,495 طالب وولي أمر. فيصبح المستفيدين إجماليهم من المشروع في العشر أيام لدعم طلاب الثانوية العامة وأسر هؤلاء الطلاب قد إيه يا سادة؟ طلبة وأولياء أمور 675,109 ما بين طالب وولي أمر. شيء رائع الحقيقة. خليني أخذ معانا على التليفون دكتور أمل غنيم منسق حياة كريمة في محافظة المنوفية. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا استاذ يوسف، اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا وسهلا بالقناه الاولى وجمهورها. اهلا بيكم. اولا خليني يعني اشكركم جدا على البرنامج اللي انتم عاملينه لطلبه الثانويه العامه واولياء الامور وكل الاكاديمي، شيء ومهم ورائع، بس مساله الجانب النفسي دي حاجه عظيمه جدا. وسؤالي هو التركيز على الجانب النفسي ده يعني ايه اللي خلاكوا فكرتوا فيه؟ عادة يقول لك احنا عايزين نخلي الولاد يراجعوا، عاوزين نخلي العيالات تفهم، نعمل لهم مراجعات، كل الكلام ده، لكن مسألة الجانب النفسي دي حاجة مهمة، ايه اللي خلاكوا فكرتوا فيها؟ طبعا احنا معانا مبادرة تقدر للسنة الثانية على التوالي الحمد لله، يعني احنا نفذناها السنة اللي فاتت بالفعل، ويمكن يعني مرينا بخبرة سابقة زي ما بنقول كده. وبما اننا برضو كنا ثانوية عامة قبل كده، فلقينا ان اكتر حاجة بتضغط على الطلاب هو الجانب النفسي ده، بتضغط على الطالب، بتضغط على ولي الامر طبعاً، بتضغط على البيت ككل، على المدرسة، على المدرسين. فلقينا ان الثبات الانفعالي للطلاب اهم بكتير من الماده العلميه اللي احنا بندرسها. فقلنا طب ما نعملها بالتوازي، يعني نقدم ماده علميه، كنا بنقدم شرح على طول فيس تو فيس وشرح اونلاين، وكان بيبقى موجود مدرسين داخل المدرسه عشان لو في حاجه، كمان كان في مذكرات بي دي اف كده بنبعتها للطلبه عشان لو حابب يراجع مره ثانيه وثالثه قبل الامتحان. الجانب النفسي بقى للطالب اللي هو ازاي يستقبل الثانويه العامه، ازاي اعصابه تبتدي، ازاي يستقبل الاسئله داخل الامتحان، ازاي ما يتوترش، ازاي يبدا يهدي. مش هو بس كمان، ده احنا اشتغلنا على اولياء الامور، يعني ازاي نوفر للطالب بيئه مناسبه، ازاي ما نضغطش على اعصاب الطالب، دايما نقول ان كليات القمه 1 2 3 4، لا ده انت متميز في اي مكان هتثبت نفسك فيه وموهبتك هتكون فيه. فيمكن بدأنا نتكلم معاهم ان هي اعصاب اكتر ما هي شطاره. فده اللي لفت نظرنا من السنه اللي فاتت، ان لا الطلبه كانت متوتره، كانت مشدوده عصبيا، الاهالي نفسهم كانوا مشدودين. يمكن السنه دي حقيقي في الماده العلميه شفنا ثناء الحمد لله من الطلبه ومن اولياء الامور، وقالوا قد ايه احنا حسينا ان الدوله حاسه بينا وان انتوا كحياه كريمه جنبنا، وهم في الاول وفي الاخر اخواتنا، يعني هتلاقي كل بيت لا يخلو من ان يكون فيه طالب ثانويه عامه.
فحرفيا فكره ان انت حاسس بيهم متواجد وسطهم، فكره ان احنا برضو وفرنا الماده العلميه داخل مكان مجهز. عايزه اقول لك لا احنا شفنا كده خليه نحل كانت شغاله مننا من مديريات التربيه والتعليم من المدرسين اللي موجودين. عايزه اقول لحضرتك ان احنا شغالين اساسا كان في مدرسين بيروح طب احنا ممكن نيجي نحضر وهم مش مسجلين معانا اساسا عشان نفيد طلابنا عشان نفيد ولادنا. لقينا مصر فيها خير كتير قوي يا استاذ يوسف بجد، يعني ربنا يتمها على خير ويطمنا على اولادنا. النهارده كنا معاهم في امتحان التربيه الوطنيه والدين، ومعاهم ان شاء الله يوم الاربعاء في ماده الاقتصاد والاحصاء. بنتمنى لهم كل الخير، ويا رب نكون قدرنا يعني نعمل اللي علينا زي ما بنقول. لا قدها وقدود دايما يا دكتور امل، ربنا يوفقكم يا رب. كل الشكر ليك يا دكتور امل، وكل الشكر حقيقه لكل المؤسسه في حياه كريمه. دكتور امل غنيم منسق حياه كريمه في محافظه المنوفيه. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل بكل الترحيب ضيفنا العزيز مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. استنونا. يا دي النور يا دي النور، لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. منورنا يا مولانا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وكل عام والجميع بخير. عامل إيه يا مولانا؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله رب العالمين. نحن نعيش اليومين اللي احنا فيهم دول في أيام مباركة. نعم. فضل هذه الأيام إيه يا مولانا؟ ويستحب ويفضل إن احنا نعمل فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله القائل ألا إن لربكم في أيام داركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وبعد، طبعا هذه أيام أقسم الله بها في قرآنه المجيد وليال عشر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لها بأن لا يوجد في جميع أيام العام ما يعادل هذه الأيام في فضل الأعمال الصالحات. وهذه الأيام بنغتنمها بعدة أشياء. أولا سبحان الله، لما نحلل تحليل موجز هنجد أن أصول القربات كلها في هذه الأيام. الصلوات موجودة، والصيام لمن يريد من 9 أيام، وبالذات يوم عرفة لأنه سنة مؤكدة، وقال النبي صلى الله عليه وآله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، مستقبلة أن الله يبغض لعبده المعاصي. طبعا فيها الأذكار، وأعلى الأذكار ويغفل عنه كثير من الناس التكبير. لما نيجي ننظر أول ما أنزل الله من القرآن فواتح العلق اقرأ، ثم فواتح المزمل يا أيها المزمل، ثم فواتح المدثر ومنها وربك فكبر. ونحن المسلمين عندنا الأذان يفتتح بالتكبير الله أكبر، الصلاة نفتتحها بتكبيرة الإحرام الله أكبر، عيد الفطر ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه الأيام بنكبر الله، لأن إيه معنى أنك بتكبر الله؟ الله خالق للعالم لكن ليس داخلا في العالم، فالله أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الأجرام وأكبر من المجرات وأكبر من كل تصور. وهذا الذي ينفرد به الإسلام، وكبره تكبيرا. الله. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبالذات أن التكبير هيكون من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. بعد ذلك عندنا ربنا يبارك فيك إطعام الطعام، إطعام الطعام، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام الطعام، ولذلك في بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده حصلت في سنة أزمة اقتصادية،
والأزمات الاقتصادية قلنا مرارا ما لهاش علاقة لا بالدين ولا بالإيمان ولا بالكفر ولا بالإسلام ولا بغير الإسلام ولا بالتوحيد ولا بالشرك، ما لهاش علاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة كلوا للأضحية إلى ثلاثة أيام، يعني كل يوم العيد وكل يومين بعد يوم العيد إلى ثلاثة أيام، ثم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي حتى أن المجتمع يخرجها ويتصدق بها. أنا بقول للمسلمين يا ليتنا نحيي هذه السنة، لأن الظروف تشابهت ومش عيب. يعني أنا بقول أعطوا وسائل التجميد اللي هو الفريزر، يعني أعطوا هذا العام أجازة كل يوم العيد وكل تاني يوم وكل ثالث يوم، لكن لا تجمد ولا تدخر، وأخرج للفقراء والمساكين. ما أنا هجمدها عشان أطلعها للفقراء والمساكين، لا أنا أخشى أنه بيجمدها بقى النفس. ولذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها ذبحت ذبيحة، فهي عارفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لحم الذراع، لأن العرب عندهم أن أطيب اللحم ما جاور العظم. الله يفتح عليك. فقال السيدة عائشة كأنها تعتذر بتقول له إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب له العشاء، بتقول له يا رسول الله ما بقي إلا الذراع. قال لا يا عائشة، بقيت كلها ما عدا الذراع، يعني ما تصدقت بها هو الذي سيبقى لنا يبقى. وما سنأكله سيبيا، فيا ليتنا نفقه هذا إطعام الطعام. طيب أنا في حتة عايز أسأل عليها مولانا، يعني أنا هروح للفاصل بس عايز أرجع بعد الفاصل أسأل، الأصل في الأضحية إيه؟ كنا زمان في المدرسة يقولوا لنا تلت لينا تلت للأقارب تلت للاستحباب. حلو قوي. الأصل إيه؟ يعني هل ممكن مثلا أن أنا أفرق الضحية كلها وأخذ منها يدوب مثلا وجبة كده لي أنا والأسرة وسلام عليكم؟ طب هفهم ده بس بعد فصل سريع جدا. ربنا يبارك فيك. كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وكنا بنتكلم عن الأضحية. يجوز أن أنا أفرقها كلها؟ أنا يعجبني في هذا رأي السادة المالكية. قالوا يأكل بلا حد ويهدي بلا حد ويتصدق بلا حد. الله. طيب يا عم حديث اللي هو ثلث وثلث وثلث، قال هذا ليس على الإيجاب ولكن على الاستحباب، وده فعلا فقه الواقع. يعني حضرتك تذكر إن ما زال في الصعيد والبوادي والأعراب في بيت عيلة بيكونوا ذبحين جدي أو ماعز. طب ده زي سلسب ده يدوب يطلع منه حاجة، ده حاجة بسيطة. في ناس مرفهين في أماكن معينة يقول لك أنا عايز أقيم الشعيرة لكن أنا لا أكل الضاني، في ناس كده ماشي تصدق بيها. حلو. تمام. وهكذا. فحضرتك احنا بنقول هو على الاستحباب، لكن أن تأكل بما شئت وتتصدق بما شئت وتهدي بما شئت، لكن احنا بنهمس في أذن الناس نعيد السنة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، طالما بالناس أزمة اقتصادية وده غلاء بيعم العالم كله الآن، تضخم العملات وغيره وغيره وغيره، فإنا بنقول إيه؟ كل ثلاثة أيام ولا تنسوا هؤلاء الناس، لأن في حديث لو أنه يعني بيخوف شوية من باب الترهيب، قال عليه الصلاة والسلام من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. ومش كفر يعني خرجوا عن الملة، يعني كفر بمقاصد الإسلام، كفر بفهمه للإسلام. فهنا احنا بنقول حضرتك إيه؟ إن أيام خير ومباركة. أنا هغتنم معك برضو شيء، أنبه على بدعة أرجو ألا تدخل بلادنا، اللي هو يجي يقول لك إيه؟ إن في دولة إفريقية الأضاحي رخيصة جداً، ابعت فلوس لهناك وهم يضحوا لك ويصوروا لك. أغلب الناس دي نصابين بالله. وغير النصب، لو فتح هذا الباب إذن لا قدر الله على مر الأيام تخلو البلاد من الشعيرة. مش أنا أوزع على أهلي؟ أنا بالظبط. يعني لما يجي النهارده أقول لك أنا أتبعها في بلد إفريقية ما، طب ما أنت كده عطلت. أولا لن تأكل منها، وكان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم الأضحى يؤخر
طعام الإفطار إلى أن يأكل من الأضحية تبركا. وده اللي خلى جدته وجدتك والناس بتوع الزمان الطيبين كانوا دايما يوم الأضحية يعمل الكبدة إنها سهلة الإيه حاجة تتسوى بسرعة. تمام الله يفتح عليك. الأمر الآخر لما تصبح برة، طب أنت خلاص لن تهدي لأحد، وبعدين الرسول بيقول تهادوا تحبوا. الأمر الأخير إذا ذبحت برة في بلاد أجنبية فقد منعت الخير عن بني وطنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي. فأنا أناشد الجميع إياكم وبدعة الذبح مش عارف في دول أفريقية لرخص الأسمان، لأن دي مفسدة ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. برضو بننبه حضرتك على أننا في هذه الأيام الطيبة المباركة بنحرص على التكافل الاجتماعي. احنا لا نخص يعني اتجاه دون اتجاه. برضو هنبه على شيء، سيد الكريم من الأضحية واسي أخاك المسيحي، صح؟ هتقول لي اقول لك لا، لعموم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وفي التطبيق العملي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم الاضحى لما ذبح اضحيه فقال لخادمه يعني وزع وابدا بالجيران، فقال له الخادم يا امير المؤمنين ان اول جار لنا جار يهودي. قال أعطه فله حقان، حق الجوار وحق أنه من أهل الكتاب، فأعطيه. ومن هنا قال العلماء يعطى من الأضحية ولو لغير المسلم، لأن التكافل الاجتماعي لا علاقة له لا بالدين ولا بالطائفة ولا بالعرق ولا بالمذهب ولا باللغة، لأن ده أمر إنساني ما بين الناس. نسأل الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى جميع المسلمين بل والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها بالخير واليمن والبركات، وأن يعين الحجيج على إقامة شعائرهم، وأن يعينهم على مناسكهم، وأن يرجعهم وقد تقبل منهم مناسكهم سالمين غانمين مأجورين. كل عام ومصرنا والعالم بأسره بخير وسلام وبصحة وبسلامة. ونورتنا مولانا بارك وما بارك. وما تخليش مشاغلك كده تقطع بينا زي المشاغل اللي فاتت دي، يعني انشغلت عننا حبتين فوحشتنا يا مولانا بالخدمة، واحنا ما نستغناش بالخدمة. ربنا يخليك جدا. كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. كل سنة طيبين مقدما يا جماعة. خلصت الحلقة لحد كده، لكن كريم رمزي هيكون موجود حالا وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكوا يوم لا مش الحد الجاي، الحد الجاي العيد. كل سنة طيبين. ولا هنقابلكوا بعد الأجازة بقى، ولا نقابلكوا ولا نعمل ايه؟ هي في قصص. احنا نقابلكوا بكرة ان شاء الله. سلامات.